في استراتيجية حكيمة توازن بين تلبية حاجية الساكن من جهة وتساهم في توسيع مساحة السقي في الجهة المقابلة من خلال الاستعمال العقلاني للموارد المتاحة، جاءت توجيهات الوزير الأول أثناء وضعه حيز الخدمة محطة معالجة المياه الصالحة للشرب بروينة، والتي رفعت الغبن عن 6 بلديات بجنوب الولاية. أنا محتاج الماء كل ديريجون ميم لي باراج لازم نسحب من الفلاح هذاك شوية. Il faut attraper les chouïa pour l'irrigation agricole. Il faut lâcher un peu. Oui. Il faut laisser les pompages à fil d'eau. Oui. Sur les régions tafilah. وحتى لا تتعرض الطبقة الجوفية للتلوث، شدد عبد الملك سلال على ضرورة القضاء على مشكل تسرب مخلفات الأسمدة في بدايته مع التسريع في استغلال المياه المصفات. Oui, est-ce que les autorités sont utilisées sur la haoula là là? لا قالوا لهم راه ماشيين برك هكذا. تيميدمون. اي فوالا. تيميدمون. فضوك نستعملوهم ماشي نستثمروا بور لي ستاسيون ديبيوراسيون بعد ما استغلوش الماء الفلاحة. وي 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 نون كونفيسيونيل مي سي تيميدمون يا با غران شوز يفو ندير. دوك نعاودوا ندرسوا هذه تاع مليانه نشوفوها. فو ريكلي البروبليم تاع النيترات مع الفلاحة. حشد للإمكانيات المادية والمالية رافقتها الحكومة بإدخال تكنولوجيات حديثة من خلال تقنية التحكم عن بعد في الضخ والتحويل.